ورحمة الله وبركاته. الآن أحبابي نشرح لكم الآن غسل الجنابة للرجال وللنساء. أولا النية قبل أن تدخل الحين الحمام، تنوي النية أنك ترفع الحدث الأكبر. اثنين أول ما تدخل تغسل الفرج. الأمر الثالث تعالوا معي، إذا جيت تحت المروش بعد النية والاغتسال وغسل الفرج ما تنسى الاستنشاق. ثم تبدأ الآن بالشق الأيمن، إذا كان الشعر كثير تخلخل الشعر، ثم تبدأ هكذا حتى الأصابع من هنا وهكذا وتحت الإبط وعلى الجنب هذا وعلى الجنب من الخلف. ثم قلنا الآن نغسل إلى تحت القدم، وإذا كان القدم الأصابع متراكمة تخلخل الأصابع هكذا، ثم تغسل جميع الجنب الأيمن عفوا، ثم تأتي للجنب الأيسر وتعمل نفس الطريقة هكذا ها 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 ها، ثم تأتي على الخلف، ثم تأتي على الفخذ، على الساق، على الأصابع تخلخلها أيضا. إذا كان الإنسان عنده شعر كثير لازم يسوي كذا عشان يغسل ثروة الرأس، وإذا كان الإنسان بديل يكون عنده مصابط يرفع المصابط ويغسلها باليد المصابط كذا، ارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذا انتهينا وطلعنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أحبابي في ناس كثير يريدون أن يستفيدون من هذا المقطع، فانشر هذا المقطع. أجرني الله وإياك، جزاكم الله خير.